خلونا ناخد بيع في الذهب واحد من الشباب كان داخل في اليورو نيوزيلندي واليورو أسترالي، السيولة كانت عليهم في فترة آسيا، ومؤشر الرادار ادالنا صفقة بيع انت شفت، ادي اليورو استرالي وادي اليورو نيوزيلندي برضو ادى صفقة بيع. هو دلوقتي حرك، هو نزلنا 65 نقطة، هو كان حاطط الستوب هنا، ولما السعر ابتدى ينزل هو حاطط الستوب هنا دلوقتي. صفقة الذهب كان في واحد من الشباب وكنت بتكلم وياه في فترة بعد فترة في أول فترة آسيا بعد السوق ما قفل، هو دخل هنا هوت شراء. طبعا الصفقة كانت بيع لأن احنا تحت الزون الأبيض، لما قلت عشان يبقى بيع لازم يعدي المنطقة دي، ماشي. فهو دخل من هنا، انا عايز اوريها لك على اليوتيرن. على فكرة اليورو استرالي واليورو نيوزيلندي الرادار كان مدي بيع في بداية آسيا، دي اليورو نيوزيلندي واليورو استرالي الصفقتين دول، انا نزلت الشارت شوي من شوية في الغرفة، هو حرك الستوب، الستوب كانت هنا ولما السوق ابتدى ينزل ابتدت تنزل. ده كان وضع الذهب هنا هوت. هو طبعا احنا فوق ده خط الـ200، والخط الازرق ده ما قدرش يوصل لليوترن، فده معناه ان هو طالما مش قادر يوصل لليوترن هو اشترى في المنطقة دي. طبعا على الطريقة بتاعتنا انت ممكن تدخل هنا، دي الشمعة الحمراء ودي الشمعة الخضراء وعدة، او لو ما كنتش موجود كنت ممكن تدخل هنا اهو، بس يعني بتوع الجماعة بتوع يقول لك احنا تحت خط البيع فهننتظر شوية ونخش، يعني هي عايزة واحد عنده خبرة عشان ياخد الصفقة دي، وطلع بسرعة ومدكش فرصة خالص تخش الا يمكن الناس اللي هم شغالين بال يعني هنا هوت كنت تحت. خليني اودي يعني، بص انت لما بتطلع فوق الزون دوت بتبقى شرا، طول ما انت فوق الزون الابيض ده انت بتبقى شرا، لما انت بتنزل تحته معناه ان انت بيع خلاص. فانا ما باخدش شرا وانا تحت الزون، يعني انا برضو ما باخدش بيع وانا فوق الزون ده، لانه بص ممكن يطلع عليك الطلوع ده كله. فنفس الحكاية هنا، هو يعني ده بيبقى قرار، انا يعني احب الصفقة تبقى مظبطة من جميع الجوانب. فهو دخل من هنا على اساس انه يحط ستوب صغيرة، ماشي، بس الصفقة بعد كده الجماعة بتوع اليوترن كانت الدنيا ملخبطة عندهم، هنا بيقول لك بيع بس انت فوق ال 200 moving average، فكده الصورة ملخبطة، وحاجة بتقول لك بيع حاجة بتقول لك شراء، واحنا متعودين ان لما بيكون في تضارب في المؤشرات او القرار بنستنى لما الفرصة تبقى مناسبة. انا بس بقول لك الافكار اللي ممكن، هو انت المشكلة انت شغال بايه ومقتنع بايه وبتعمل فلوس بايه، ماشي.
فلو انت شغال بالزون دوت الابيض وشغال بيه تمام، لو انت شغال بالمربعات ركز عليها وانت ايه ادرى واحد بحسابك وبطريقتك ماشي. لو انت شغال بالرادار، الرادار مدي شرة في الذهب هنا اهو في الحتة دي، فالرادار على طول لما لقى في الدنيا قلبت من بيع لشراء راح داخل في المنطقة دي. فزي ما قلت للشباب انت لازم المتداول مطلوب منه 3 حاجات، يبقى عنده رؤية، تاني حاجة يتخذ قرار، تالت حاجة يبقى معاه فلوس عشان ياخد الصفقة. يعني ممكن لو انت ما عندكش رؤية مش هتاخد الصفقة، زي الصفقة اللي احنا كنا قايلين عليها من اول يناير لو انتوا كنتوا فاكرين، اللي هي دي. شايف انا هنا كاتب لك من ايه، من 16 يناير، قلت لك الذهب خلال الفترة اللي جاية هيطلع طلوع كبير زي سنة 1970 1930، وقلت لك المنظر ده زي المنظر اللي احنا فيه دلوقتي، كنا في يناير 16، فكان عندنا رؤية خلاص. تاني حاجة لما قلنا هيطلع جامد كان في لازم قرار تتخذه ان انت تشتري الذهب صح؟ كان السعر في يناير كانت الحركة عرضية هنا هوت، وانا قلت لك هيحصل انطلاقة كبيرة من اول يناير صح؟ كنا بالظبط هنا اهو، 17 يناير كانت هنا في الحتة دي. يعني انا نبيتك قبلها باسبوعين، شوف احنا داخلين الناس اللي هي داخلة سوينج من الحتة دي، فانت عامل المبالغ دي كلها. ففي واحد قاعد يتفرج علينا وما خدش قرار ماشي، فهو عارف ان اتجاه مثلا شراء خلاص، هو عارف ان الاتجاه شراء وهنطلع جامد بس ما خدش قرار، يعني ما خدش قرار وخد الصفقة وعلى حسابه، فده قاعد يتفرج علينا. في واحد تاني يبقى عارف الاتجاه وعارف وعايز ياخد القرار بس ما معهوش فلوس ياخد القرار دوت. فهي 3 حاجات لازم يبقوا متوفرين في المتداول. طبعا الناس تقولك طب هل نطلع من هنا هوت هنكيش ولا لسه في طلوع تاني؟ انا رديت على الكلام دوت في الغرفة النهاردة، قلت لك الناس احنا دلوقتي اهو هات لنا الشارت اللي هو ده، احنا دلوقتي عند يو تيرن، لو مش عارفين نعديه يبقى احتمال نرجع 3 خطوط او 4 خطوط. فالعقل يقول ايه، لو انت شاري من تحت خالص تبيع الكمية، طب لو طالع فوق الخط دوت، لو طالع فوق الخط ده معناه ان انت رايح لليوترن التاني، فانت بتحتفظ بجزء، يبقى انت بتبيع جزء. يبقى لو نزلنا جامد يبقى انت خدت جزء من الفلوس، لو عدينا وطلعنا انت لسه معاك نص الكمية وهيطلع للمنطقة اللي فوق وهتعمل فلوس اكتر. لو نزلنا من هنا الفلوس الارباح دي كلها هتضيعها، لانه لو نزل فالعقل يقول ايه، تبيع نص الكمية هنا لان انت عند يوتر، تخلي النص التاني. في ناس يقولك لا انا هبيع تلت الكمية بس ماشي، يعني ايا كان القرار، عايز تبيع جزء عند اليوترن الاولاني، جزء عند اليوترن التاني، جزء عند اليوترن التالت ماشي خلاص. ف
فده كان القرار. فعشان تاخد قرار وعشان تبقى متداول لازم ال3 حاجات دول يبقوا متوفرين فيك. لو انت بتتأخر في اتخاذ القرار، التداول عايز قرار، تاخد قرار بسرعة وتدخل وتطلع عشان تستفيد من الحركة. نرجع للصفقة بتاعتنا. طبعا احنا هدفنا ان احنا نيجي عند المنطقة دي وهنقفل الصفقة. هي 270 دلوقتي، 300 كان في برضو سؤال من الشباب، واحد بيسأل، انا شايف ان هو سؤال مهم برضو. هسمعك السؤال عشان تعرف الإجابة إيه. العملات اللي تكون يعني اللي تجيب ال 200 بيب، 300 بيب، 400 بيب بسرعة، مثل الين الياباني، تمام، وعندك الذهب. العملات البقية مثل إيش؟ يعني مثل إيش تكون يعني حركتها سريعة؟ واحد. اثنين، استدعي عندي سؤال ثاني. إيش العملات اللي لما تاخذ اتجاه تكمل؟ يعني ما تنزل تطلع تنزل تطلع تنزل تطلع، لا، تاخذ اتجاه تكمل معه. مثل ايش؟ عندي سؤال. طيب لحظة ابعت لك حاجة دلوقتي. هو اتكلم على الين الاول. اول حاجة، لو انا ال 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 النيوزيلندي ين، الاوسي ين، الكاد ين، الباون ين، ماشي، دول لما بيتحركوا بقوة، يعني هات لنا كده الدولار ين والاوسي ين اهو، شايف؟ الدولار ين لما بيتحرك بقوة هتلاقي معاه اليورو ين، الاوسي ين، الكاد ين، وهي دي طبيعتهم. يعني اليابانيين كلهم يعني بيشتغلوا مع بعض. البنوك في اليابان غير أي دولة في العالم خالص. أمريكا كله بنك بيشتغل لوحده، لكن في اليابان بيشتغلوا كلهم مع بعض، بيبقوا محددين الاتجاه وبيقولك النهاردة هنبيع، النهاردة هنطلع. عشان كده الحركة بتبقى جامدة، يا إلا تبص تلاقي السوق بقى عرضي. فأنت لما بتلاقي يعني في واحد يقولك إيه، أنا مركز على الين، لما يلاقي الأسترالي ين والنيوزيلندي ين والكاد ين وبتاع وكلهم شراء وكلهم بيع، يبقى في الين في حركة. لو في واحد من دول شراء والتاني بيع والتاني شراء، ولا مفيش، يعني بص الدولار ين هنا اهوت مفيهوش حاجة، فهو كده متأخر مش ماشي مع المجموعة، فكده تبقى الحركة مش كبيرة. تعال بص على الحركة كده دلوقتي اهي، هتبص تلاقي الايه، الحركة مش كبيرة. لكن لما بيبقوا كلهم مع بعض بتبص تلاقي. فانت لو عايز حاجة فيها اتجاه كبير لازم الـ4 دول يبقوا مع بعض، وانت شغال بالمربعات، بتروح حاطط المربعات وتبقى شايف الكادين وضعه ايه، الاستراليين والباونين، والدنيا كلها بتبقى فاضية، فانت هتلاقي السكة فاضية فده بيتحرك. مفيش حاجة اسمها ان هو يتحرك على طول او ياخد اتجاه على طول، هو مفيش حاجة اسمها كده. يعني ممكن اهو ينزل وبعد كده عرضي وبعد كده يطلع. فعشان اقولك في حاجة بتاخد اتجاه مش هتلاقي. يعني هو قصده ان هو ايه، ياخد الصفقة ويقعد فيها. ما كانش حد غلب وكانت الناس كلها
يقول لك اه الزوج دوت بياخد اتجاهه وبيطلع. الوحيد يمكن اللي بياخد اتجاه هو الباوند. لو انت شفت الباوند ممكن بياخد اتجاه، الوحيد اللي بياخد، بس احيانا بيقعد يعني نادرا لما بيقعد فترة عرضي. بس هو لو الباوند خد اتجاه بياخد اتجاه كبير 400 600 نقطة، ويبقى بناء عليه الباوند استرالي، اليورو استرالي، الكلام ده، الحاجات دي بتتحرك بسرعة. فانت دلوقتي معاك الين، لو كلهم اتحركوا مع بعض، الدولار ين والاوس ين والكاد ين والباون ين والنيوزيلاند ين، كل دول لما بيتحركوا مع بعض بيعملوا حركة قوية. وعندك الباوند، الباوند نيوزيلاندي، الباوند يورو، مش الباوند يورو، الباوند يورو ما بيتحركش يعني كتير. ادي اليورو باوند اهي، هو لو الباوند اتحرك هيتحرك، لكن غالبا بيفضل برضو اهو. بص شايف قد ايه هنا قعد مثلا شهرين ولا حاجة، لان ده يومي، شورت يومي، فمفيش حاجة اسمها ايه بيتحرك على طول ويفضل ماسك اتجاه وينزل، في طلوع في نزول، والباوند في الحركة دي. ماشي، فده اجابة السؤال الجزء الاول. بالنسبة للعملات اللي هو اليورو اللي هو بيطلع ينزل يطلع ينزل، حتى الذهب، الذهب يعني هو على اليومي اه، بس كان عند قعد هنا هوت. لو انت بصيت على الذهب، الذهب بيتحرك كتير وبياخد اتجاه، بس هنا هوت انت قعدت 3 شهور ولا 4 شهور في حتة عرضية. يعني هنا هوت بص من الفترة دي بالظبط للفترة دي 3 شهور، 1 2 3، وقعدت شهر، شهر هنا اهوت، وادي شهر كمان اهو في نفس الحتة. يعني الذهب يعني يعني مش هتلاقي حاجة تاخد اتجاه وتفضل قاعدة فيه، الا بقى اذا كان زي الذهب والكلام اللي احنا كنا قايلينه من شهر يناير. بس هيجي لك فترة زي ما قلت لك كده، هيجي لك 3 شهور عرضيين ولا حاجة. الناس اللي صبرت في الحتة العرضية دي دلوقتي عملوا فلوس. فهو لازم رؤية ولازم اتخاذ قرار، والحاجتين دول يبقوا مع بعض عشان تستفيد من التداول. الباون نيوزيلندي شايف بايعين فين؟ هما في الحتة اللي هي ممتازة دي، ونفس الحكاية في اليورو أسترالي. دلوقتي نركز بقى في الصفقة بتاعتنا، هي عاملة 700، داخلين على 800. السكة هنا هو ابتدت تقف شوية، يعني هو ممكن ينزل عند، هو نزلنا عند النقطة دي ووقف وابتدى يطلع شوية. فلو كسر الجزء ده يبقى احنا رايحين لهنا. هنشوف اذا كان هو بيحاول يوسع المسافات عشان يقدر ينزل بسهولة. هنقفل يا شباب هنا اهوت. انا شايف السكة واقفة وهيفضل يطلع وينزل وهنضيع وقت. انا عندي اشوف حاجات تانية، يورو استرالي، يورو نيوزيلندي،
فاهمني؟ احسن ما نقعد رايحين جايين في الحتة دي والسكة واقفة. فانا هقفلها هنا اهو 800. ونستنى شوية وناخد صفقة تانية بعد كده لو في فرصة، لكن لما تبقى السكة واقفة ما يعني استحسن نشوف حاجة تانية. ماشي، لو عندك سؤال ابعتلي على الخاص. كان في واحد من الشباب عنده سؤال في الفيديو اللي هو اللي فات، كان كاتب لي حاجة في التعليقات تقريبا. انا ما عنديش في امريكا هنا USD، فدي تي ما عنديش انا الكلام دوت. فانا قلت له ان احنا هنسأل حد من الشباب اللي هما بيستعملوا اليو اس دي تي دي والكلام ده. السؤال بتاعه هنا هو، لو حد يعرف الاجابة بتاعته يا شباب يا ريت يكتب له الاجابة او يكتب لي الاجابة وانا ابعتها له. ما اعرفش بالظبط هو يعني الحاجات الرقمية دي ممنوعة هنا في امريكا، فبالتالي انا ما اعرفش الاجابة. فانا قلت له هسأل حد من الشباب يمكن عندهم خبرة في الموضوع ده وابلغك. ماشي، فيا ريت تكتبوا له الاجابة او تبعتوا لي الاجابة وانا ابعتها له. بالتوفيق ان شاء الله ونشوفكم على خير.